السلام عليكم. اليوم رانا بصدد الكلام على ملعب عنابة، ولو نجي ونقارن مستوى الأشغال يعني بين ملعب حملاوي في قسنطينة وملعب 19 ماي بعنابة، نشاهد بأنه الأشغال في عنابة متأخرة كتير بالنسبة لملعب قسنطينة، وهذا يعني أنه من المستحيل الملعب تاع عنابة يكون واجد في موعد انطلاق نتاع الشان، خاصة وحنا امام إذا شفنا الصور اللي عندنا هنا، الصور هذه تاع اليوم نشوف باللي راه تأخر كبير في الإشغال، هذه يعني بسبب الحجم نتاعها. بصح معليش، المشكل مش مشكل كبير، لانه فيه ملاعب اخرى جاهزه، ملعب بليده وملعب سيك واجدين، وفيه ملاعب اخرى كثيره. اذا نكتفي بهذا الحد، والسلام عليكم.